السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح وحل كتاب جيم سنه 6 ابتدائي الترم الاول 2025. خدنا مع بعض الوحده الاولى والثانيه، والنهارده بنكمل الوحده الثالثه. بيج 126 صفحه 126 lessons 4 and 5 الدروس الرابع والخامس. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وهتلاقوا قائمه تشغيل فيها شرح المنهج بالتفصيل والترتيب. رايتنج كتابه. listen and say استمع وقل. main vocabulary مفردات رئيسيه. كارنفال كارنفال يعني مهرجان ترفيهي. water falls water falls شلالات. rides جولات او العاب. simulation يعني محاكاه. theaters مسارح. destination يعني وجهة الوصول. أنا عايز أروح شرم الشيخ، فالديستنيشن بتاعتي شرم الشيخ، يعني المكان اللي أنا عايز أروحه. extra vocabulary كلمات إضافية. blog post منشور في مدونة. roller coaster قطار الملاهي. the orient train قطار الشرق أو القطار السريع. wet يعني مبلل. snowy يعني مغطى بالثلج. دبل روم يعني غرفة مزدوجة فيها سريرين مثلا. سانت كاترينز مونستري دير سانت كاترين. سربرايز مفاجأة. ستورز محلات. تيكتس تذاكر سيت مقعد. اوشن محيط. بيزي يعني مزدحم وتيجي بمعنى مشغول. سكوير ميدان. فانتسي خيال. تشيلدرنز سيكشن قسم الأطفال. سكيري مخيف. سكرينز شاشات. رياليستيك يعني واقعي. شرم الشيخ. تورست بروشر يعني كتيب سياحي. كونجيجيشن اوف فيربس تصريف الافعال. في ريجولار فيربس افعال منتظمه، في ريجولار فيربس افعال غير منتظمه. الفعل المنتظم عشان احوله من المضارع الماضي بحط له مقطع ثابت. جس يخمن جسد خمن. ويت ينتظر ويتد انتظر. ارايف يصل ارايفد وصل. ريلاكس يستريح ريلاكسد استراح. يبقى ايه دي ولو اخره ايه بحط دي. طب الفعل غير منتظم احفظه زي ما هو، زي ست سات يجلس جلسة. كوست كوست يتكلف تكلف. هنا الشكل ما اتغيرش، ده فعل غير منتظم، يبقى اعرف الفعل الغير منتظم ان انا احفظه. اكسبريشنز اند فريزز تعبيرات وعبارات. الوت تو سي اند دو الكثير لكي ترى وتفعله. اول اراوند يو في مكان حولك. اراوند ذا وورلد حول العالم. أبت سكري مخيف قليلا. ساوند اند لايت افكتس تأثيرات الصوت والضوء. بير نايت بير بيرسون يعني في الليلة أو إيه أو للشخص. امبورتانت سنتنسز جمل مهمة. نشوى هاز ا سبيشال بيرث داي سربرايز ات ذا كارنفال لنشوى مفاجأة عيد ميلاد مميزة في المهرجان. ذير ار اميزنج رايدز في ألعاب رائعة أو مدهشة تو تراي تجربها. عندي ثيترز ومسارح تو واتش شوز لكي ترى أو تشاهد العروض. إن ذا سيميوليشن ثيتر في مسرح المحاكاة. ذير آر بيج سكرينز في شاشات كبيرة. أول أراوند يو حولك في كل مكان. بيج 127 صفحة 127 دي صفحة مدونة من على الإنترنت. ناشواز بلوج يبقى صاحبة المدونة اسمها نشوى، مدونة نشوى. في بعض الكلمات يقول لي بلوج هوم دي الصفحة الرئيسية، بدوس عليها بجيب الصفحة الرئيسية. أباوت مي عن الصفحة، معلومات عن الصفحة. لينكس الروابط. أركايف السجلات. هنا اسم صاحب المدونة عشان نعرف إزاي بعد كده المدونة بتتكتب. ثم بكتب التاريخ بتاع المدونة. تيوزداي جون 3 الثالث من يونيو يوم الثلاثاء. ثم بكتب عنوان المدونة. All the fun of the carnival يعني كل أجواء المرح في المهرجان الترفيهي. يبقى العنوان التاريخ، هنا اسم صاحب المدونة والتاريخ والعنوان. اسم صاحب المدونة والتاريخ والعنوان بنفس الترتيب. ثم ندخل في الموضوع. Today is my birthday. هنا بكلم عن تجربة شخصية، بكلم جمهور، بستخدم لغة غير رسمية. النهاردة عيد ميلادي. And guess where I am. خمن أنا فين. I am with my family. أنا مع عائلتي. For my special birthday surprise في مفاجأة عيد الميلاد المميزة. At the carnival في الكرنفال. I want to tell you all about it عايز أقول لك أو أقول لكم كل حاجة عنه. When you arrive at the park لما بتصل للحديقة. You are suddenly in a world of fantasy أنت فجأة في عالم من الخيال. It's really exciting شيق جدا. There is a lot to see يوجد الكثير لكي ترى. And do here وتقوم به هنا.
there are amazing rides. في ايه؟ مراجيح او العاب مدهشه. to try ممكن تحاول تجربها. like the roller coaster زي قطار الملاهي. if you're brave لو انت شجاع. and the theaters ومسارح. where you can watch shows حيث تستطيع ان تشاهد العروض. there are places to eat في اماكن تاكل. and stores ومتاجر. to ايضا. the children's section قسم الاطفال has 9 rides في 9 العاب including the orient train زي قطار الشرق. we have tickets لدينا تذاكر for that ل 10 o'clock الساعة 10. my brother اخي loves water rides بيحب الالعاب المائية. so he wants to go on some of those later عشان كده هيذهب للبعض منها فيما بعد. this morning هذا الصباح at 11:30 الساعة 11:30 we have tickets عندنا تذاكر for the waterfalls ride لركوب الشلالات. لعبة اسمها الشلالات. it has some high sections في قطاعات مرتفعة جدا. so it's a bit scary فهي مخيفة قليلا. and you get very wet وانت بتبتل جدا. in the afternoon بعد الظهر dad and I ابويا وانا want to go to the simulation theaters اردنا او نريد ان نذهب الى مسرح المحاكاة. you sit in your seat بتقعد على مقعدك with big screens في شاشات كبيرة all around you حولك تحس ان انت في مكان الحدث. and there are sound and light effects في تأثيرات للصوت والضوء. it feels like تشعر كأنك you're in different places ان انت في اماكن مختلفة. around the world حول العالم. snowy mountains جبال من التلج. even under the ocean أكنك تحت المحيط. it's very realistic حاجة واقعية. I can't wait لا أستطيع أن أنتظر. what a great birthday present يا لها من هدية عيد ميلاد رائعة. thanks mom and dad شكرا يا أمي ويا أبي. check افحص 127 صفحة 127. choose اختار. the carnival is in a park في حديقة. طبعا الكارنفال في الحديقة. if you're not you can go on a roller coaster يبقى if you're brave لو انت شجاع ممكن تركب قطار الملاهي. it feels like you're in a different place شكلها اكنك في مكان مختلف. when you're in the simulation theater لما تكون في مسرح المحاكاة. page 128 صفحة 128. read and notes اقرأ ولاحظ. how to write a blog post كيف تكتب منشور في مدونة. هنا بقول الطريقة. make a mind map or take notes يعني اعمل خريطة ذهنية او اكتب ملاحظات يعني احدد الافكار. اول حاجة where is the place لو انا هتكلم عن place to visit مكان للزيارة بكتب مدونة عن مكان. اول حاجة where is the place اين المكان. what can you do there بتعمل ايه هناك. who is with you مين معاك. why do you like it ليه بتحبه. description الوصف يبقى خمس افكار. المكان فين معاك مين بتعمل ايه ليه بتحب المكان الوصف. لازم المدونة يبقى فيها title and date عنوان وتاريخ. لازم نستخدم informal language لغة غير رسمية. نستخدم first person pronouns يعني ايه ضمائر المتكلم او الاي انا ماي زي ماي بوك كتابي مي انا. لازم تشمل قصة شخصية بتدي اراء الكاتب والشعور والخبرات. بنكتب مدونة بنكلم الناس عن فكرة يعني بلوجرز اللي هم المدونون لازم يبقى يكون عندهم ايه صور عشان يبقى المدونه جذابه تجذب الناس. هنا العنوان بيقول لي ماي فيزيت تو ذا بيرنز زيارتي للاهرامات. ده بيقول لي اعمل مدونه. واي دو لايك ات ليه بتحب المكان ده. وات كان يو دو ذير بتعمل ايه هناك. اول حاجه نفهم الفكره بنكتب اسم صاحب المدونه ثم بنكتب التاريخ ثم بنكتب عنوان المدونه ثم بنتكلم بقى عن زيارتي للاهرامات كانت رائعه. واتكلم شويه عن الاهرامات قابلت مين رحت مع مين عملت ايه هناك. نفس الفكره اللي موجوده في صفحه 127 هي الفكره بتاعت زياره الاهرامات زي زياره اي مكان. ده نعمله واجب. بيج 129 صفحه 129. بروجكت مشروع شرم الشيخ انا اميزنج هوليداي ديستنيشن يعني وجهه رائعه في الاجازه او وجهه مدهشه في الاجازه. هنا جايب لي مجموعه من الصور الجميله اهي بيقول لي حاجة for only 1000 pounds per night 1000 جنيه بس في الليلة per person in a double room للشخص في الغرفة الثنائية. شرم الشيخ is an interesting and busy town هي مدينة شيقة ومزدحمة in Egypt في مصر by the Red Sea بجوار البحر الأحمر أو بالقرب من البحر الأحمر. there are lots of things في الكثير من الأشياء to see and do
تقوم بها وطلع swim in the sea عوم في البحر relax on the beach استرخى على الشاطئ eat good food كل طعام جيد visit the Saint Catherine's Monastery زور دير سانت كاترين go quad biking in the desert اذهب لركوب الدراجات رباعية الدفع في الصحراء take let's ride يعني خد حافلة اسمها let's ride هيا نركب بس from Giza Square every afternoon من ميدان الجيزة كل يوم بعد الظهر at 3 PM الساعة 3 for 500 pounds only بكام ب 500 جنيه فقط بكام سعر التذكرة 500 جنيه هنا check choose اختار page 129 صفحة 129 شرم الشيخ is an interesting not in Egypt عايز اقول شرم الشيخ هي interesting town مدينة مدهشة في مصر you can go quad biking ممكن تركب دراجات رباعية الدفع in the desert في الصحراء شرم الشيخ is by the Red Sea هي بجوار البحر الأحمر page 131 صفحة 131 وأسئلة القطعة choose اختار the general idea الفكرة العامة of the text لنص is about عن ايه علاز birthday surprise مفاجأة عيد ميلاد علا the not is a right at the carnival هي لعبة في الكارنفال roller coaster dad and علا want to go to the simulation theater عايزين يروحوا لمسرح المحاكاة in the afternoon بعد الظهر يبقى كل ده موجود فين في القطع موجود فين في القطع what can we do at the carnival ممكن نعمل ايه في الكارنفال ممكن اقول مثلا we can طبعا هو ذكر لي ان فيها رولر كوسترز يبقى we can ride the رولر كوستر ممكن نركب قطار الملاهي ممكن تقول كذا حاجة we can watch shows ممكن نشاهد العروض as a theater في المسرح دي او دي why is simulation theater very realistic ليه مسرح المحاكاة واقعي جدا هتقول because there are screens لأن في شاشات all around مش كده بس and there are sound and light effects في تأثيرات للصوت والضوء السؤال الرابع رتب السؤال الرابع رتب Dad wants to go to the simulation theater. الأب wants to يريد أن go to أن يذهب إلى the simulation theater. مسرح المحاكاة. You can relax ممكن تستريح on the beach على الشاطئ. Go quad biking اركب دراجات رباعية الدفع. In the desert في الصحراء شرم الشيخ is an amazing holiday destination an amazing holiday destination هي وجهة أجازة مدهشة ناس كتير بتحب تروحها فين في الأجازة السؤال خامس بنك تويت I am with my family at the carnival هنا الـ I capital ودي جملة يبقى في نصب عشان بدأ بضمير السؤال السادس اكتب باراجراف من 50 كلمة عن an amazing trip رحلة مدهشة to شرم الشيخ لشرم الشيخ العنوان في نص سطر بنعمات تنصيص أسيب مسافة أول سطر حرف الأول capital enjoy swimming نتمتع بالسباحة quad biking نركب دراجات رباعية الدفع نحطها في جمل نفتح مع بعض صفحة 309 هتلاقي باراجراف في نفس الكتاب هنقراه نفهم فكرته ونكتب زيه صفحة 309 ادي العنوان في نص السطر المفروض هنا نسيب مسافة في اول سطر بس عشان الطباعة بس I went to شرم الشيخ with my family last summer رحت لشرم الشيخ مع عائلتي الصيف اللي فات يبقى رحت لفين ومع مين وامتى It's in Sinai في سيناء by the Red Sea بجوار البحر الاحمر او على البحر الاحمر We stayed at a hotel there قعدنا في فندق هناك The weather was cool and the sea was clear الطقس جميل والبحر صافي We enjoyed swimming تمتعنا بالسباحة and diving والخوز والغوص in the Red Sea في البحر الأحمر وريلاكسد استراحنا on the beach على الشاطئ وانجويد going quad biking in the desert تمتعنا بركوب الدراجات رباعية الدفع في الصحراء يبقى دي الفكرة وبكده يبقى خلصنا
الدرس بالكامل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.